في عناوين النشرة: عندما صارت تغريد حمود جوزيفين عقيقي بالحجاب، الناشط السياسي زياد عبس للجديد، عامل هاشتاج بلطجي ونص كمان بلطجي ونص بعتبره للوزير بس انطلاق عملية تحرير صحراء الأنبار من داعش. أهلا بكم. دخلت الاشتباكات السياسية مرحلة الهدوء النسبي، لكن مفاعيلها لا تزال تتردد وخباياها تطفو شيئا فشيئا فوق سطح الخلافات، وتنبئ بجردة حساب سياسي بمفعول رجعي عن تصريحات لوزير الخارجية جبران باسيل ظهر آخرها على صفحات مجلة ماجازين بعد سلسلة زلات وقع فيها رئيس التيار الوطني الحر في المحظور. وعلى هذه المواقف قال الناشط السياسي المفصول من التيار زياد عبس ضمن برنامج الحدث إن خطابات باسيل هي لشد العصب الانتخابي. وعلى مقلب أبيجان، فإن الموظفة في السفارة اللبنانية تغريد موسى حمود ستروي للجديد كيف أصبحت جوزيفين عقيقي في العالم الافتراضي. وبعيدا عن هذه الخلافات، سنسمح لأنفسنا بأن نقتطع قليلا من وقت كرسته الجديد لكم، وقد أطفأت شمعتها 25 على وعد أن تبقى صوت الحقيقة التي لا يعلو فوق سقفها سقف. ربع قرن وعائلة الجديد تكبر بقناعاتها بانتمائها لقضايا الناس بمساحة الحرية المفتوحة بلا حدود لكل العاملين فيها، تحت الشعار الذي أطلقه رئيس مجلس الإدارة تحسين الخياط: مارسوا حريتكم إن رضيت أو لم أرضى. والبداية ستكون من أبيجان مع الزميلة رشال كرم وأجواء المؤتمر، إضافة إلى المقابلة التي أجرتها مع السيدة تغريد موسى حمود العاملة في السفارة اللبنانية في أبيجان، التي حولتها وسائل التواصل الاجتماعي إلى السيدة جوزيفين عقيقي. رشال، أهلا بك، تفضلي، الهواء لك. صباح الخير لك شادي، صباح الخير ايضا للمشاهدين. صحيح، يعني مؤتمر أبيجان، وان كانت انا صرت اتجه اليه لان بعد غياب وزير الخارجيه بالامس عن الافتتاح، وحتى اذا كان سوف يحضر اللقاء جمعنا السفير اللبناني هنا في ساحل العاج مع الجاليه اللبنانيه، هل كان ايضا سوف ياتي؟ انما واضح بان الوزير الذي كان موجود في فرنسا لم يتوجه الى أبيجان، الاسباب ذكرت بانها اجراءات امنيه، وكان هناك خوف من بعض الامور الامنيه. وبحسب معلومات الجديد شادي بانه الامن هنا في الكوت ديفوار في ساحل العاج لم يكن الى حد معين او لم يكن الى حد يعني يليق بالمستوى الذي كان مفترض ان يكون امنيا بالنسبه الى وزير الخارجيه، وتحديدا في هذه الظروف، حتى ان بعض العديد من الاشخاص دخلوا الى الفندق وخرجوا منه دون ان يكون مشارك في هذا المؤتمر، ما اثار الكثير من الشبهات. فضل وعدد كثير من المطارات الأمنية لا يمكن الحديث عنها في الوقت الحالي، ولكن أقله فضل عدم مجيء وزير الخارجية. إنما هذا المؤتمر الذي كان لك عليه خوف من عدم استمراره أو أقله بفشله لناحية عدم الاستمرار في هذه اللقاءات التي تحصل الآن، كلها مرتبطة بالشأن اللبناني وبالشأن الاغترابي. الأمور استكملت، الأمور لا تزال على حالها، وإن كانت طبعا المشاركة كما سبق وذكرت بالأمس شادي، وإن كنا نتحدث بشكل موضوعي، لا تشبه المؤتمرات مؤتمرات الطاقة الاغترابية كان في جنوب أفريقيا أو في المكسيك التي كنا أيضا حاضرين فيها، إلا أن الجمهور الذي أصلا وصل وهو لم يكن الجمهور الكثيف، إنما لأن هناك المقاطعة من قبل حركة أمل التي تشكل العدد الأكبر من الجالية اللبنانية هنا في ساحل العاج. لذلك المشاركة لا تزال موجودة. المؤتمرات ساعات سفين لأي ساعة؟ بنجيبه للواحدة للتنتين، ومن ثم ينتهي هذا المؤتمر. نعم،
نعم، نحن هلا بالكلوزنج سيشن راشيل، يعني بعد في تقريبا نص ساعه بنخلص البانلز تبعولنا، بنروح على الغداء وعشيه في عنا الجالا. المؤتمر اهميته اللي صار بهاليومين رغم كل الضبابيه اللي صارت حوله والتشنج اللي صار معه، المؤتمر كفى. ومثل ما شفتي في بانلز وفي حضور، وهذا دليل على مأسسة العمل الاغترابي ومأسسة هالمؤتمر. بتصور هذا اللي كان اساس بالنسبه لكم، انه بغض النظر اذا اجى الوزير ما اجى الوزير، مؤسسه الاغتراب انه مستمره؟ هيدا هو اللي عم ناكد عليه، وهيدا هو الاساس. هو ليس مرتبط بشخص او بالسياسي، لا نحن مكفيين وعم نشتغل لمصلحه المغتربين، لناكد على انه في سقف واحد بيجمعنا كلنا، هو السقف اللبناني، العلم اللبناني، مصلحه الجاليه اللبنانيه برا فوق كل اعتبار، بالاضافه للتاكيد على هويه اللبناني بالخارج، وهذا اللي عم يشتغل عليه المؤتمر. قد صار في انسحابات بالامس من مؤسسات او اشخاص امتعضوا من عدم وجود وزير الخارجيه، اجوا كرماله، اجوا كرمال هذا المؤتمر، ما اجوا؟ من سحبوا؟ ممكن امتعضوا، في كثير ناس، يعني وجوده للوزير باسيل عم بيعطي قيمه اضافيه، لا مش قيمه اضافيه، يعني هو هذا المؤتمر والال دي اي تاسست على ايدينا للوزير باسيل، وهو اول مؤتمر من 10 بغيب عنهم، فاكيد تاثروا وسلبيا انعكس شوي على النفوس، ولكن مشيت الامور مثل ما هو لازم. كسفير هون بساحل العاج، هل تم من امس واليوم هل تم التواصل مع مدؤول مسؤولين، ولكن الاشخاص يلي ينتموا الى حركه امل هنا في ابيجان، هل تم التواصل مع التواصل انت معهم كمان تحت يكون في اي تهدئه للامور، ولا خلص الامور هاديه بالاساس وما صار في شيء؟ نحن على تواصل معهم مع كل الاطراف امبارح واليوم، لنأكد على وحدة الجالية، ولنأكد أنه هذا الشيء اللي صار بالأسبوعين الماضيين ما حيمس ولا حيشرخ الوحدة واللحمة بمكونات الجالية هون، ومنشان هيك نحن عم نفكر قريبا نعقد لقاء تحت سقف السفارة اللبنانية بيجمع المكونات الجالية كلها سوا، وأنا أكيد أنه لما أطرح الفكرة معهم من خلالك حيكون عندي رد إيجابي منهم جميعا، لأنه ما حدا منهم إلا بتعملها جديد هون، وسطتكم كثير قويه. انا بدي اسالك سؤال قبل ما نشوف سوا المقابله. بالامس تم التداول بصوره بنت، وقيل بانه تم، انا حقاريها يعني مباشره اذا بدك، كيف اجى الخبر بهذا الشكل، يلي بعد شوي حنقول للمشاهدين انه رح نكون عم حقاريها بشكل مباشر. حركات جبران باسين الفهلوي، المراه المحجبه التي تجلس في الصف الامامي في مؤتمر رجال الاعمال اللبناني في ابيجان، اولا هو مش مؤتمر رجال اعمال، هو مؤتمر الطاقه الاغترابيه في ابيجان، تدعى جوزيفين عقيقي وهي ناشطه في التيار الوطني الحر، وقد تحجبت بالزي الاسلامي بناء على طلب من جبران باسيل شخصيا للايحاء للراي العام بانها مسلمه شيعيه ولم تلتزم بقرار حركه امل الداعي لمقاطعه اعمال المؤتمر. شادي، هذا الموضوع اخذ ضجته بلبنان، وصل ارتداداته حتى هون على ساحل العاج. هي موظفه في السفاره اللبنانيه، زميلتنا تغريد، ولكن الموضوع امبارح كنا قدر يعني نتواصل مع بعض القيمين على وسائل التواصل الاجتماعي ونسحبه من التداول ونصلح الموضوع. كنا بنتمنى يعني انه هذا الموضوع ما ياخذ اكثر حجمه، حتى انت راشيل ساعدينا ما نحكي عنه اكثر من هيك، ما بيستاهل اكثر من هيك. ما هو بدك توضح للعالم، ما بدنا نحقن بعض. لا هو ما لا انا بدي تسمح لي سعد صفي، انا مش انا نحن عم نحقن، نحن بالعكس نحن عم نجي نقول، ما نحن اذا عم نجي نقول انه هذا الموضوع كله خطا، هذا موضوع كذب، هذا تجني، هذا تجني. هذه ست موظفه عنا وفخوره بحجابها، واجت لانه كل السفاره لازم نكون هون ووجبنا نكون هون، فكانت موجوده. احد ضعفاء النفوس حاول يعمل هيدي التركيبه وخلصت بارضها يعني، وهيدي هي هيدي. شكرا لك سعد السفير. يعني سعد السفير حرصه على وحده الجاليه اللبنانيه شادي، وهذا ايضا حرصنا اكيد، انما تناولنا هذا الموضوع، وحتى حنشوف بعد شوي مقابله مع يلي قيل انه اسمها جوزيفين عقيقه ولكن هي اسمها تغريد. هذا الموضوع اللي اخذ حجمه مش بقول كان في لبنان وكان هنا في ساحل العاج، نحت يعني لاي مستوى من التعاطي تم التعاطي بهذا الموضوع، وتم مناوله تناول الموضوع بشكل طائفي وبشكل حتى
يفهمون المسؤولين عن حركة أمل وعن حزب الله، ونحن نسمع تغريدة عم تحكي بهذا الموضوع، استنكروا هذا الموضوع ورفضوا يعني اللعب على هذا الوتر. ما بعرف إذا صار جاهز المقابلة شادي، ولكن بحال لم تكن جاهزة نحن بدنا نسمع بعد شوي، وبده يكون في تقرير مفصل بنشرة 8 أيضا عن تغريد وعن موضوع آخر كمان شادي. شكرا لك رشال كرم، حدثتنا مباشرة من أبيجان، وسنتابع التقرير لأنه جاهز. أنا كنت عم أحضر المؤتمر أكيد بصفتي موظفة بالسفارة اللبنانية. أنا اسمي تغريد موسى، زوجة عدنان حمود، وأنا أكيد جيت أنا هون بيتحتم علي وظيفتي أني أنا أكون موجودة بالمؤتمر بغض النظر عن أي انتماء سياسي. فتركنا المؤتمر من هون وأكيد رحت على بيتي، بلشت تتداول الصور ويبعثوا لي إياها يسألوني هيدي أنت أو لا، قل لهم لا أكيد أنا، المكتوب أنه اسمك جوزيفين حقيقي وانت من قبل الوزير جبران باسيل، انك انت كنت مش متحجبه وحجبوك كرمال انك انت ضد، لك بين للحركه امل انك انت خالفتيهم وفتي على المؤتمر. انا لما عرفت اول شيء بهذا الشيء اكيد حسيت شيء صعب منه هين، فحكيت مع استاذ خليل، وبكل صراحه استاذ خليل يعني هذا الموضوع ما كان يتقبله اكيد واشتغل عليه، وهو اللي اثر. شو اللي زعجك؟ زعجني انه أوكي أنا محجبة، بس ما أنا كمان موظفة السفارة وأنا هيدا شغلي، إني أنا ما عملت شيء زيادة، وبالنهاية بغض النظر عن أي انتماء إنه أنا سياسي لكنه حزب أو حركة أو أي شيء تاني، أنا هون جاي عم مثل بلدي ومش أكتر من هيك بس. وبس أنا كمان بنفس الوقت يمكن في جهة كمان يمكن فيها شيء سيء فيها شيء حسن، إنه أنا بكل صراحة بغض النظر كمان عن كل الأحزاب اللي هون كله إجا استنكر هالشيء والكل اتصل فيي ومنهم متقبلين هالفكرة نهائيا. الأستاذ خليل بتشكره أكيد بالدرجة الأولى. مين جوزيفين عايق؟ صدق أنا ما بعرفها، أنا ما بعرف لجوزيفين عايق مين هي، بس إنه ليه إنه أكيد اللي حكى بهالموضوع هذا يمكن فاضي الأشغال، عمل مثل أثر بلبلي ومش أكتر من هيك، يمكن شو بدنا نقول يعني بعد. أنت كتغريد شو اللي زعجك؟ حسيت إنه عم بيلعبوا على فكرة الحجاب، عم بيلعبوا على هلا أكيد فيها لعب القصة أكيد، بس هن شو غايتهم؟ أنا ما بعرف يعني إنه قصة الحجاب أو إنه هي قصة بده ينبلبلوا إنه مثلا الوزير إنه أنا حجبني كرمال إنه هني بين بعض الوزير مع الحركة، أنا ما في فوت فيها هيدي المواضيع، بس بالنهاية بقول الله يسامحه اللي كتبها، بس برجع وبقول يعني هلا يمكن هذا الشيء اللي أثار الضجة مثل ما بقولوا، بس وحدتنا هون ككلنا لبنانية والكل كانوا معي بغض النظر بعدنا عم نقلك عن أي فئة من كانت، كل الممثلين الأحزاب هون فردا بتشكرهم، الكل اتصل فيي وما تقبل هالفكرة لأنه بالنهاية بيعرفوني أنا ما إلي سنة واثنين بوظيفتي، وبيعرفوا إني أنا هون عم مثل وظيفتي وبس مش أكتر من هيك. وأستاذ خليل كمان ما ترك الموضوع نهائيا، أنا بتشكره بالدرجة الأولى وهو اللي أصر إنه أنا يكون في مقابلة لا يرد لي اعتباري، وبتشكر الكل وبتشكر كمان مش بس الممثلين الأحزاب، بتشكر كل إنسان وقف لجنبي بهالمحنة هيدي واستنكر هالشي فردا لأهل أبيجان كلهم ومن غير أبيجان. صار عليك تتعرف على جوزيفين عايقة؟ والله ستحابي كتير مهم، بس أنا صدق يعني ما بعرف شو غايتهم من هالموضوع هيدا، بس بنفس الوقت أنه خلاص انقضت على خير إن شاء الله، وإن شاء الله ما عادش بيصير في أكتر من هيك. الناشط السياسي زياد عبس يعلن من برنامج الحدث ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في بيروت، ويصف تصريحات الوزير جبران باسيل الأخيرة بخطابات المصلحة. أنا ما بقدر أفهم المواقف الأخيرة إلا من باب يا شب العصب المسيحي، لأنه إحنا رايحين على انتخابات واليوم كلنا عم نحاول نأمن أكبر كتلة نيابية، وبلا نقشط خصومنا السياسيين كمان جزء من خطابهم. خصومنا اليوم مين؟ هن القوات اللبنانية والكتائب كتير من المطارح اللي هي فيها أكترية مسيحية. أنا بطلع أكتر منهم بالموقف وبشد عصب المسيحيين وبقشطهم جمهورهم وبروح على الانتخابات وبقدر أمن كتلة نيابية كبيرة. أنا خوفي أنه يكون هذا التصويب باتجاه أنه أنا بدي أعمل مثلكم، انه انا كمان بدي شد هيبة العصب، وانا عم بناس بنزل على الشارع وانا زعيم على المسيحيين، وانا اذا مضطر
اني اروح اقول عن فلان بلطجي لانه هذا بشد العصب عندي، بطلع بقوله على التلفزيون اداء بيشبه اداء رئيس ترامب قبل الانتخابات، يعني انه كانه نحن الوزير بسير بانه بيشبه رئيس ترامب، انه كانه نحن عم نعمل هذا الاداء الشعبوي. كل الازمه يلي عم بتصير في استدعاءات نهار التنين لناس هيدا التنين لناس بالتيار الوطني الحر، لانه طلعوا بصوره معنا على عيد الميلاد عم نحتفل بالعيد. هو طب اي هيدا ما بقى بيشبهنا هيدا الحزب، وبغض النظر يعني ان شاء الله بيوصلوا بيقدروا يحققوا. صراحه هل تعتبر انه الوزير جبران باسيل يمارس بلطجيه داخل التيار الوطني الحر؟ لانه عم ينقال بلطجي ونص كمان بلطجي ونص بعتبره للوزير باسيل. جبران اليوم واضح يلي عم بيعملوا، عملوه ايام الميليشيات بالسلاح، كان لما يكون في حدا عم بيتنافس على السلطه ماشي يبعث له بونبون لحدا تاني يحط له اياها تحت السياره، عم بيزيح من دربه اليوم بالنظام. هو كل ناس بيعتبر انه معقول بمرحله ما انه يزعجوني بمطرح او ما بيعجبني رايهم او قادرين انهم ياثروا، عم بيامن له ارضيه تخليه انه يضل بهيدي السلطه، وهذا كان واضح بكيف مقربته للنظام. لما الواحد يصر يلغي فقره بالنظام انه الرئيس ضل ينتخب لمدى الحياه، يعني على باله ينتخب رئيس لمدى الحياه. بالسياسه بمفهومها التقليدي هيدا حقه يستفيل، بس هيدا حزب ما بيشبهنا فلينا وما بيشبه كثير ناس فلوا. أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء الركن محمد الفلاحي عن انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وأشار الفلاحي في تصريح له إلى أن قطاعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي وقوات الحدود بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي بدأت بعملية التطهير. وتجدر الإشارة إلى أن صحراء الأنبار الغربية الواسعة لجأ إليها أعداد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردتهم للقضاء عليهم. أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الطفل الفلسطيني المعتقل غادة رامي فوز إبراهيم من سكان مدينة الرام في الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وأفادت وكالة معا بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الطفل البالغ من العمر 14 عاما الشهر الماضي في حي العيسوية في مدينة القدس المحتلة، واقتادتها للتحقيق في أحد مراكز الشرطة في المدينة، وقامت باحتجازها ثم أصدرت قرارا يقضي بإبعادها إلى قطاع غزة. وكانت الطفلة غادة وهي ابنة مواطن من قطاع غزة اعتقلت في منزل خالتها شرقي القدس بحجة عدم حيازتها تصريح دخول القدس، وعوضا عن إعادتها إلى منزل عائلتها في الضفة الغربية تم إبعادها إلى قطاع غزة. وفي السياق نفسه أخضعت سلطات الاحتلال واليوم الثاني الفتاة الفلسطينية داليا حمايل البالغة من العمر 24 عاما من مدينة البيري للتحقيق في سجن عسقلان. وكانت قوات الاحتلال قد استدعت الفتاة في 30 كانون الثاني للتحقيق دون سبب أو تبرير، ثم جرى نقلها للتحقيق في سجن عسقلان. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل العدالة وإلا الاقتصاص. أهلا بكم من جديد. طلبت عشيرة آل مشيك بشنق قاتل ابنهم علي محمود مشيك، وهددت العشيرة بالاقتصاص من القاتل في حال لم تأخذ العدالة مجراها. ومن حسينية بلدة الزعارير غربي بعلبك اعتبرت عائلة علي محمود مشيك أن ما حصل على حاجز التويتي وإطلاق النار على ابنهم الأعزل هو جريمة ارتكبت ممن أوكل لهم مهمة حفظ الأمن في البلاد. أيها المسؤولون في جمهوريتنا اللبنانية، وخاصة المعنيون في تلك الجريمة التي ارتكبت بحق ابننا، إما المشنقة لقاتلي ابننا، إما المشنقة لقاتلي ابننا، أو إعدامنا سوف يطالهم لو هربتموه إلى آخر مكان. نعم، إن إعدامنا سوف يطالهم أينما وجدوا. نشدد على المطالبة بأن يخضع هذا الأمر لمحاكمة عادلة شفافة توصل
ذوي الحقوق إلى حقوقهم، وإذا أمكنهم في القضاء تبرئة من اجترح هذه الجريمة فلتكن البراءة للذي تبرئه المحاكم المدنية والشرعية. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على 6 أفراد و7 شركات، وقال وزير الخزانة ستيفن مناتشن عند إعلان العقوبات التي فرضت بموجب قوانين مالية تستهدف حزب الله إن الإدارة مصممة على كشف وتفكيك شبكات حزب الله بما في ذلك تلك الممتدة في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، والتي اعتادت تمويل عملياتها بسبل غير مشروعة بحسب قوله. وقالت الوزارة في بيان إن أغلب الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات وهم 5 لبنانيين وعراقي على صلة بشركات الإنماء للهندسة والمقاولات. وأضافت أن الكيانات 7 هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا، واستهدفت العقوبات الأفراد 6 لصلاتهم بالممول أدهم طباجة وشركته الإنماء للهندسة والمقاولات. ووصف المسؤولون طباجة بأنه واحد من أكبر 5 ممولين لحزب الله في الوقت الحالي بحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية. وزارة الصحة تحتفل بإطلاق البروتوكول الطبي للأمراض السرطانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP البروتوكولات الطبية للأمراض السرطانية برعاية وزير الصحة غسان حصباني في نقابة الأطباء. حصباني لفت إلى أن عدد المصابين بالأمراض السرطانية ارتفع إلى نحو 13,000 إصابة عام 2016 على الرغم من تطور العلاجات. والمطلوب هو احترام البروتوكولات العلمية من قبل الجميع، فنحن بأمس الحاجة لترشيد الوصفة الطبية، وهذا دور يجب أن تلعبه أولاً الجمعية اللبنانية لأطباء التورم الخبيث وطبعاً نقابتا الأطباء في لبنان. ولقد اعتمدنا إلى جانب المستودع المركزي في الكارنتينا لتوزيع الدواء 5 مراكز مناطقية للغاية عينها. مرة جديدة نؤكد على أهمية البروتوكولات العلمية المعتمدة للأمراض السرطانية، فهي تستهدف المواطن بصحته وسلامته، وتستهدف أيضاً الدولة بإمكاناتها التي توفرها، خاصة الإنفاق على الأدوية في وزارة الصحة العامة. وشدد حصباني على أهمية البروتوكولات لترشيد استعمال الدواء والموارد المتاحة بما لا يتعارض مع مصلحة المريض وينعكس إيجاباً على كلفة العلاج. بمناسبة حلول السنة الجديدة والعيد 25 على تأسيسها، أقامت إدارة تلفزيون الجديد حفل عشاء في مطعم دون كاستيو في جوني، حضره أفراد عائلة الجديد وعائلة الخياط، وكانت كلمة لرئيس مجلس إدارة التلفزيون تحسين الخياط. يعني تمت الاعتداءات على الجديد طبعا مش بسبب يعني بأي أسباب شخصية، بسبب مواقفنا، مواقفكم أنتوا الشجاعة، وفوق كل هيدا قطعوا المحطة عن عدد كبير من المشاهدين اللي نحن من اللي منحبهم وبحبونا، وحرموهم مدة 7 أشهر، وبعد 7 أشهر رجعت المحطة إلى أهلها وإلى مشاهدينها أقوى من الأول. ناس صارت تقول عملنا صفقة، عملنا بازار، فاوضنا. لا، يعني خلينا نوضح الموضوع. 7 أشهر صمدنا وبقينا صامدين إلى أن مشاهدين ومحبين التلفزيون هن اللي ضغطوا وهن اللي جبروهم انه يتراجعوا. ونحن على اي حال نتمنى انه انتوا تبقوا على عهدكم وعلى قوتكم وعلى جرأتكم. هذه بس يعني توصي للجميع، بتمنى عليكم تبقوا
شجعان، هيدا صادقين، مواقفكم واضحة، مارسوا حريتكم على آخرها إذا أنا رضيت ولا ما رضيت، خليكم على ما أنتم. بعد الإعلان، ما تحقق في سوتشي مرهون بالميدان. رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن عملية السلام السورية وصلت إلى مرحلة مهمة، وذلك بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي. وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى موافقة المشاركين في مؤتمر سوتشي على تشكيل لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. ولفت إلى أن هناك تفاهما بأن مثل هذه اللجنة يجب أن تشكل على الأقل من الحكومة وممثلي المعارضة في المحادثات السورية في جنيف، والخبراء السوريين والمجتمع المدني والمستقلين وقادة العشائر والنساء، وستتضمن أيضا تمثيلا كافيا من المكونات العرقية والدينية في سوريا. ولفت غوتيريس إلى أن مبعوثه الدولي إلى سوريا ستيفان دميستورا سيعمل انطلاقا من نتائج مؤتمر سوتشي، ودعا إلى ضرورة أن يرافق تحقيق التقدم على مسار التسوية السياسية للصراع في سوريا إحراز تقدم على الأرض. اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي مطلع الأسبوع الجاري فشلوا في الوصول إلى نتائج تذكر. وفي مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، شدد ماتيس على أولوية العودة إلى مهمة القضاء على تنظيم داعش وتدمير مواقعه وتحقيق شروط في سوريا تمكننا من المشاركة بحرية أكبر في مفاوضات جنيف. وأشار إلى أن المشاركين في مؤتمر سوتشي لم يحققوا شيئا، وأعتقد أن هذا هو الأسلوب الأكثر لباقة لوصف النتيجة، وهم يعودون والمبعوث الأممي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دميستورا والأمم المتحدة إلى جنيف. أصيب 15 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اثنان منهم بجراح خطيرة في مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الأطباء وصفوا جراح المصابين بالمتوسطة باستثناء إصابتين وصفتا بالخطيرة. ولفت إلى أن عشرات المصابين الآخرين أصيبوا بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز قرب الحدود قنابل الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أنه تمت معالجتهم ميدانيا. كان في هذه النشرة عندما صارت تغريد حمود جوزيفين عائيئي بالحجاب. الناشط السياسي زياد عبس للحدث. عامل هاشتاج بلطجي ونص كمان. بلطجي ونص بعتبره للوزير بس. وانطلاق عملية تحرير صحراء الأنبار من داعش. هذه كانت نشرتنا. لمزيد من الأخبار تابعونا على مواقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.